معانا حاجة لطيفة وجميلة النهاردة، ازاي نعمل شوية برغل بتفين او البرغل بالبصل والفلفل ازاي مع بعض. معانا برغل ناعم بتاع التبولة، ومعانا بصل اخضر، ومعانا بصل، ومعانا فلفل الوان، وتعالوا نعمل البرغل بالخضار او برغل بالبصل او برغل بتفين. دي المسميات بتاعته، البعض بيحط له حمص والبعض بيحط له لحمة مفرومة. المقادير على الشاشة، ومعانا طاسة شديدة الحرارة على النار. هقول المقادير تاني، فلفل ألوان، برغل معايا ناعم يفضل، ومعانا بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وحبهان، كل دي البهارات، فلفلة ملونة لطيفة وجميلة، معانا زعتر، ومعانا كمان بصل أخضر هنستخدمه في الطبق بتاعنا. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض إزاي وإحنا شغالين. أول حاجة باخد البصل ده أقطعه جوليان. بسم الله الرحمن الرحيم، شرايح كده. طبعا انا عايزك كنت واقف في المطبخ زي الشيف المغازي كده، عندك القرنبيط بيتشوف في الفرن، استفيدي من وقفتك في المطبخ لان عندك شغل تاني بعد كده وعندك مسؤوليات تانية، الاهتمام الاسري، اولادك راجعين من المدرسه محتاجه تقضي وقت معاهم، مش كل وقتك يبقى في المطبخ غسيل اطباق وبتعملي اكل. بعمل ثلاث اكلات في وقت واحد. ادي البصل متقطع شرايح والطاسه بتسخن على النار، اللهم صل على النبي، سكينتك تكون حاميه، قبضه ايدك على ايد السكينه بالشكل ده كده عشان مع الوقت والاستخدام مفيش مشاكل مع مفصل اليد. كل حاجه بنتكلم في تفاصيلها. ادي البصلايه حلوه زي الفل تتكلم مصري. هناخد البصل زي ما هو كده مع زيت زيتون، نار شديده، اللهم صل على النبي اهو. والله ممكن نحط مكعب زبده، اهلا وسهلا مفيش مشكله. دايما وجود الزبده مع معلقه الزيت بيساعد على احمرار البصله سريعا. خد المعلومه دي واكتبيها كده على الجلده بتاعت الكراسه، المعلومات دي خلي بالك يعني لازم تستفيدي بيها. اضافه الزبده لتحمير البصل بيساعد على احمراره سريعا، عشان نحتفظ بالجوس بتاعه. بصلايه حلوه زي الفل اهي، نازله تتناغم وتتكلم مصر اهي. هناخد بعضينا على البصلايه الحلوه ما تتحمر، نشوف البصلايه اتحمرت ازاي. افتح يا سمسم، جيب البصلايه اللي بتتكلم مصر في قلب الحله اهي. بصلايه خدت معلقتين زيت زيتون مع معلقتين عينيه، احلى بصله بتتكلم اهي. شفت البصلايه ايه؟ هو ده هو ده اهي. شفت ليه غطيته يا شيف؟ السؤال حلو قوي على فكره، كنت مستني حد يساله لي، ليه غطيت البصل وهو بيتحمر؟ ما شفتش الكلام ده يا شيف، حتى تنفصل جوانح البصل من بعضها وتتفتت من بعضها. شايفين ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده. هنقلبها كده زي ما هي، حلو قوي. ناخد الفلفل بتاعنا الالوان، اخضر احمر اصفر بالشكل ده كده اهو، الطريقه الحلوه لتقطيع الفلفل بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. هو ده كله يبقى تحت ايدك كده بالسكينه اهو، الله. هو دي التقطيعه دي على بتتبت زي كده، خلي دي مهاره طهويه مالكيش دعوه بيه، تخليك واحده واحده عشان ما يحصلش فيه مشاكل ايه وبعدين نزعل من بعض. حلو بالشكل ده كده، ناخد الفلفل الالوان ده كده، حلو قوي بالشكل ده كده اهو، يلا حلو قوي، الله. ونقلب، ايه الحلاوه دي؟ اللون اتغير والشكل اتغير والطعم اتغير. لسه ما خلصتش. بصل اخضر معانا اهو، بالعروق بتاعته زي ما هو كده بس هاجي على الراس دي كده بالسكينه، حلوه. ونفس القصه هنا كده ونفس القصه اخواننا في اليابان وفي الصين وفي ماليزيا، الناس دول بيعشقوا البصل الاخضر، بس طبعا مش زي بتاعنا ده كده، بتاعنا احلى بكتير على فكره. البصل الاخضر بتاعنا مش موجود في اي بقعه في الارض غير الارض الطيبه مصر، ام الدنيا، العالم كله شاهد ان هي ام الدنيا. شايفين البصلة؟ البصل ده تستخدميه فراي. عينيا يا فندم، هينزل دلوقتي على البصل بتاع والفلفل الألوان، استعد للصورة الحلوة. ده على فين يا شيف؟ على فين ده؟ الله، مع شوية طماطم متقطعين تبقى سلطة الطماطم بالبصل جميلة، مقبلات. فرايد رايز، اخواننا في الصين وفي اليابان، بصل الاخضر ده مع الرز مع الصويا مع زيت السمسم وبيض مقلي، ده الفرايد رايز.
او جمبري حسب الرغبه. نقلب كده اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ الخضروات في قلب الطاسه والله العظيم بتتكلم مصري. بصل، فلفل، بصل اخضر، مهاره شيف مصري، كل ده والبرغل بتاعنا اللطيف. اه يا ويل يا ويل يا ويل. اه 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 نعم يا غالي. ممكن ممكن رز، ممكن ممكن فريك، ممكن. اه ونقلب كده. معانا بقى ايه الشطاره هنا والخبره الطهويه هنا. حله عيني عليها اهيت، عيني اليمين بتغلى على النار، بوكي جرنيه في جزر، كرفس، بصل، ثوم، فرحان بيهم. زي ما قلت لحضرتك عندك عظم فراخ طلعي اسلقيه، بلاش تستخدم مكسبات الطعم اللي مش عارفينها معموله ازاي، خلي مطبخك هيلثي كده. اهو ناخد الميه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. نعم، ما انا حاطط التوابل على البصله يا غالي، انت نسيت ولا ايه؟ اهو 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 اهو. ده انا هسيب كل حاجه واكل الطاجن ده. يا سلام لو عندك شويه لحمه مفرومه. بس خلاص ونقلب ونسيبه على النار يغلي. ممكن نحط حمص الشام، بس في حالة وضع الحمص الشام ما نحطش الخضرة اللي أنا حطيتها، يبقى حمص وبس. آه. نقلب كده ونغطيه ونسيبه على النار. طبعا ده بيتكلم مصري بالخضروات الجميلة والخضروات الشتوية. إيه اللون الحلو ده؟ وإيه الجمال؟ وإيه الصورة الحلوة دي؟ الصورة تعني بمليون كلمة على شاشة القناة الأولى. يلا شوف الحلاوة، بص على الحلاوة، بص 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 الطلعة دي، بص الطلعة دي. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ كل ما تضرب الشوكة والمعلقة تلاقي الأرض الطيبة مصر. بصل أخضر، بصل جوانح، فلفل ألوان كنا بنتصور معاه زمان سيلفي، دلوقتي موجودة عند الفكهاني والبقال وفي كل حتة. طماطم شيري أود. أه إيه ده؟ إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أه أغرفه؟ حاضر يا فهد، هو جاهز. أه يلا اللهم صل على النبي. يلا أهي ده. نعم ممكن بالشعرية اللي مش هيبقى بنفس الطعم. احنا مش عايزين نقلب بس، شعرية ايه بقى؟ لازم برغل، ممكن فريك. الطبق نازل بيتكلم مصري في قلب الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يا ممكن شوية حمص ماشي، شوية مكسرات ماشي. ما تحرمهاش. حلو قوي، تمام زي الفل. ناخد ده كده ونخليه على جنب. ماشي، هنحط شوية زبيب. يلا عشان ما تزعلوش. حلو قوي. شوية لوز، نحط لوز ومزاج اللوز. مع ان انا جايبهم للبطاطا. حلو الكلام؟ حلو تمام.